عشان اريحك من الليله دي اسمع مني وخدهم مني كلمتين كده. انا قلت لك الخصخصه وارتفاع ورفع الدعم عن البنزين هيعمل فيك ايه وانت ما سمعتش كلامي. اسمع مني، جامعه المانيه، جامعه خاصه، اي جامعه، انت مش هتاخد حاجه خالص. انت تدفع الفلوس دي كلها لابنك، وابنك هيبقى عامل زي الروايه بتاعت الجدع اللي كان بيصطار الطواحين الهوا ده. يعني مش هيحصل حاجه، انت بيحنسوك بس وبيعملوا لك الدنيا كده لطيفه جدا. فانت فاكر ان ابنك بقى ياما هنا وياما هناك لما يدرس في جامعه بدر او جامعه خاصه او حتى جامعه حكوميه، مفيش حاجه هتحصل، مفيش مستقبل. انت بالظبط عامل زي الضيف اللي كان عند واحد بخيل. في حكايات العرب القديمه في ضيف راح عند واحد بخيل، واحد زينا كده، بس دي حكايه في التراث العربي معروفه يعني. واحد راح عند واحد بخيل بالليل، فالبخيل ده قال له لازم تتعشى. فالراجل قال تمام اتعشى. فنادى البخيل ابنه، وده ابن البخيل بقى يعني ابخل من ابوه، فقال له خد ياض، انت تروح للجزار دلوقتي وتقول له ابويا بيقول لك هات احسن كيلو لحمه عندك. الواد طار صاروخ، نص ساعة والواد رجع من غير لحمة. الضيف قاعد والأب قاعد. الأب قال لابني يا ابني أنت ما جبتش اللحمة ليه؟ قال له أنا هحكي لك الحكاية وأنت أحكم. الواد بخيل زي أبوه. أنا رحت للجزار. والله في كتب التراث عن البخلاء في الجاحظ هتلاقي القصة دي. قال له أنا رحت للجزار. قلت له أبويا بيقول لك هات أحسن كيلو لحمة عندك، فالجزار قال لي هديك لحمة زي الزبدة. فانا قلت طب واذا كانت الزبده احلى من اللحمه؟ طب ما اشتري زبده. فطرت على البقال قلت له ابويا بيقول لك هات احسن زبده عندك، قال لي هديك زبده زي العسل. فقلت اذا كان العسل احلى من الزبده فانا اخد عسل. فروحت البقال بتاع العسل قلت له ابويا بيقول لك هات احسن عسل عندك، قال له بص يا ابني هديك عسل مصفي كده زي الميه الصافيه. قال طب اذا كانت الميه الصافيه طب ما عندنا في البيت. فجيت لك من غير حاجه خالص والميه عندنا في البيت. فابوه قال له برافو عليك يا ياض والله العظيم، ده حلو قوي، بس انت غلطت غلطه بقى. قال له خير؟ قال له انت رايح جاي رايح جاي داوبت الجزمه. قال له لا، ما انا خدت جزمه الضيف. ده اللي انت هتاخده من الحكومه ولا حاجه. اسمع مني، جامعه خاصه، جامعه اهليه، جامعه، هياخدوا فلوسك وانت اخرك قاعد عند الراجل البخيل. وعبد الفتاح السيسي ابخل وانتن من كلب.